العمليه اللي كتشوفوها اليوم هي ماشي عمليه اللي انطلقت اليوم فقط، هذه العمليه انطلقت منذ تقريبا هذه واحد السنه او ما يزيد عن ذلك. العمليه كانت كتشمل في البدايه فقط الباعة المتجولين، فقط اللي كيحتلوا الملك العام بشكل عشوائي. اليوم كيف ما تبعتوا كانت العمليه كتستهدف محلات اللي هي يعني محتله الملك العام بشكل كبير، والشيء اللي كتحرص عليه السلطات المحليه ماشي شي حاجه كثيره باكثر ما هو غير العمليه ديال ارجاع الملك العام للساكنه ولا عند المارة، بحيث انه كيف ما تبعتوا في الفيديوهات هذا ليس بوضع يعني عربه او شريط او كرسي او غير ذلك، فهذا بناء فوق المحل فوق الملك العام، بناء فوق 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 يعني في الشارع، بحيث ان هذه العمليه هذه حنا نتساءل الا بغى يدوز واحد مثلا معاق او لا واحد المراه عندها ام بي بي في الكروسه او لا هذا منين يمكن لها تدوز. وبالتالي ملي كنلاحظوا العمليه ديال الاحتلال للملك العام حتى بالنسبه مثلا المحل الاولاني بلا ما نذكر الاسم ديالو فعنده ترخيص، ماذا يخول له هذا الترخيص؟ يخول له وضع واقيه شمسيه وهي معبوره وفيها 122 متر وتم الترخيص لها قانونا لم يتم ازالتها، فاذا كان وضع واحد الكرسي او هذا لا يعرقل السير من جهه، وبالتالي ما كيخلقش شي حاجه لعند المره. فالعمليه هي اشاره اليوم، العمليه هي عمليه ديال يعني هذا سيت ان ميساج للجميع حتى نجيب عن 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 يعني بعض الاشياء اللي ادعوها المعنيين بالامر. فاسمح لي كيقول لك انه لم يتم اخباره، فبالعكس السلطات المحليه كان الاخبار الاول اللي كيدوم المده ديالو 3 شهور تقريبا باش تم الاعلام ديالهم شفهيا، وتم الاعلام ديالهم وتوصلوا به كتابيا نهار 12 نوفمبر 2019، بمعنى اننا تحدثوا عن شهر مضى. فلماذا لم يتم ازاله هذا البناء فوق الرصيف حتى اليوم حتى حضرت السلطات المحليه؟ من اجل فقط كيف ما قلت وكنأكد عليها استرجاع الحق لا عند المواطن ولا عند المره ولا عند الساكنه، حتى لا يتم ترويج لاي مغالطه. هاد الناس اليوم راه ماشي اليوم، هادو يومين هما كيحيدوا المسائل ديالهم بوحدهم. هاد الناس هادو مؤدين الرخص ديالهم ومؤدين الشغل ديالهم والخلاص ديالهم. هنايا راك نتوما تبارك الله كلشي حاضر بانهم ما حابسينش المرور ديال الرجلين. هاد الناس هادو هاد اللحظه اللي وصلنا لها اليوم ديال التوتر دارتها السلطات المحليه اللي جاوا الناس كيحيدوا يومين راسهم بدون ادنى شوشره. اللي جاوا هما بالقوات المساعده وهذا الشيء كامل. عاد باش بجاو بغا يبداو يمثلوا عنا راه حنا كنحيدوا. المقاربه التشاركيه كتقول كنشركوا المواطن. المواطن اسيدي راه داخل الامر الواقع كيقول لك انا خلصت خسرتي على الله. انا درت ما كاين مشكل. انا من نهار الاول وانا كنصب ما عندنا مشكل. وكيحيد راسو. اذا التساؤل علاش وانا خدامين يومين ولا 3 ايام قنعنا الناس كيحيدوا المسائل ديالهم بدون ادنى مشكل، مأدين الواجبات ديالهم بدون ادنى مشكل، كتجينا السلطات المحليه حتى الدقيقه 90 وتبان الجرافه ديالها. الناس خدامه كتحيد. التوتر وقع الوقت اللي واحد من العمال اللي هذاك المحل كيخدم 105 ديال الاشخاص بصفه رسميه كيأدي جميع القوانين ديالو، كيأدي الرخصه ديالو ديال الواقي الشمسي السطحيه مسلمه من طرف مجلس مدينه الدار البيضاء، كتنزل حتى الارضيه ديالو مؤدات عنا بعدد الامتار ومحترمه. للاسف راه ماشي ديما كينزل لنا الممثل ديال التواصل. اللي خاصو يكون عندنا دابا هو السيد اللي مضى على القرار والسيد اللي استخلص، هما اللي كانوا عندنا. الناس اللي كانوا حاضرين النهار الاول كانوا ملي كانت لا بريمير فيس كتحط في هذا الحيط كانوا خصهم يكونوا حاضرين. نفس السلطات، نفس القانون، نفس لوكايت شارج، كل شيء كاين. حنايا مشينا في واحد المنهج ديال نمشيو في مقاربه تشاركيه كنحلوا المشاكل بدون ادنى مشكل. عملت الحي حسني عملات جوج ديال عمليات الهدم في الاسبوع اللي قبل والاسبوع اللي من وراء، والاسبوع اللي فات ولا في هذا الاسبوع حضرنا مع السلطات المحليه واكبناهم، تمت العمليه بنجاح. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.